رجعنا لحضراتكم من جديد واحنا في اسبوع مميز جدا لكل مشاهدينا ومشاهدتنا كمان، وعلى فكره ليا انا شخصيا اسبوعنا كله حلقات متتاليه وفكرته مع المرأة برعاية مستشفى المدينة للمرأة، وعرفنا أهداف الحملة ككل كده في أول حلقاتنا مبارح مع الأستاذ دكتور أشرف أبو علي. والنهاردة بإذن الله هنبدأ بواحدة من أهم المشكلات اللي بتواجه الستات وهي السمنة. المشكلة دي الخاصة بالمرأة سواء ليها شخصيا أو حتى لأحد من أبنائها، لأن الأم يعني عليها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على أوزان أطفالها. وإحنا بنتكلم النهاردة عن أخطر مرض موجود لغاية دلوقتي، وهو ما يطلق عليه مرض العصر، وهو مرض السمنة. تعالوا مع بعض نتعرف أكتر ونقرب أكتر من المشكلة دي وإزاي نقدر نواجهها مع ضيفنا النهاردة الأستاذ دكتور تامر عبد الباقي، استشاري جراحات السمنة ومدرس الجراحة بكلية الطب الأسكندرية. دكتور برحب بحضرتك معانا، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه وصحه وسلامه. يعني احنا عرفنا عن الفكره مع المراه، عايزه اتكلم بقى على اخطر مشكله. ليه بنطلق عليها دكتور اخطر مشكله او مرض في العصر اللي هو مرض السمنه؟ لانه حصل تفشي كبير في المرض ده، ولدرجه ان احنا بنتكلم على اكتر من 2 مليار شخص بناء على احصائيات من ال WHO منظمه الصحه العالميه، تشير أكتر من 2 مليار شخص يعانوا من سمنة أو زيادة في الوزن، رقم كبير قوي. فمن هنا جاء كلمة أو إطلاق مسمى الوباء. هي مشكلة كبيرة قوي لازم نبتدي نواجهها. وباء وصل لمرحلة تفشي. احنا بنتكلم في دولة زي مصر أو في المنطقة العربية، في بلاد ودول زي الكويت والسعودية المرض بقى يمثل 30% من الشعب. ده رقم كبير قوي. ده رقم كبير جدا طبعا. وطبعا السمنه دي بتؤدي لامراض تانية يعني كتير، بوابه لامراض لا حصر لها. اكتر من 40 مرض، منهم مرض زي امراض العينه زي السكر والضغط، امراض الركب والمفاصل، في ناس نفسهم بيتقطع اثناء النوم وهم مش حاسين. في اكتر من 11 نوع ورم لهم علاقه مباشره مع جراحات اورام خبيثه، مع السمنه، اورام خبيثه اكتر من 11، أورام زي الثدي، الرحم، البنكرياس، الثدي، في الرجالة القولون، المريء، في أكتر من 11 مرض. دول زي دولة زي إنجلترا دلوقتي بتحاول توعي الشعب، تاخد خطوات مهمة جدا لمواجهة السمنة، لأن هتوفر بناء على إحصائية هتوفر 600 ألف حالة ورم جديدة متوقع خلال 10 سنين القادمة. طبعا ومعالجة مرض السمنة بالجراحة، حتى على الأقل احنا النهاردة موضوعنا عن الجراحة، يعني برضو بيبقى أقل تكلفة من علاج الأمراض الخبيثة بكتير. مظبوط، ودي ده لازم حاجة المجتمع المدني والدولة تاخد بالها. مريض السكر بيكلف الدولة قد إيه، والمدة سنين قد إيه؟ مريض السكر ده بياخد علاجات مكلفة جدا، بيتم تغطيتها من التأمين الصحي لسنوات طويلة، مقابل ان جراحات السمنة هي عملية واحدة هتجنبنا مريض السكر ده بيشفى في خلال اسبوع بإذن الله، وفي ناس قبل كده وفي ناس بعد كده، بس على الأقل لو لم يشفى كمية الأدوية هتقل، فبالتالي هي حسبة بسيطة تعود رهيب، هتعود على الدولة وعلى الشخص وعلى المجتمع فايدة كبيرة. طب دكتور تامر، واحنا بنبدأ نتكلم عن السمنة، ايه طرق مواجهتها؟ أول حاجة لازم التوعية، زي ما قلت، زي ما كنت بنتكلم إنجلترا، دول العالم، كل الناس بتتجه للتوعية. الحمد لله ومشكورة مستشفى المدينة المرأة بتقوم بدور مهم قوي في التوعية لمرض السمنة، وده من منطلق السوشيال ريسبونسبيليتي تجاه المجتمع، إن احنا لازم نقدم دور مهم للمجتمع. الموضوع اللي قايمة بيه هو مبادرة تحت مسمى مبادرة معا ضد السمنة. أهم أهداف المبادرة هي 1. التوعية بمرض السمنة ومخاطره. 2. طرح طرق الوقاية أولا ثم العلاج. 3. تطوير وتحسين الخدمات الطبية في مواجهة مرض زي مرض السمنة. مين اللي نقدر نقول له أنه يلجأ لجراحات السمنة؟ يعني مريض السمنة فيه طرق كتير لعلاج السمنة، إمتى نبقى محتاجين جراح أو إمتى نلجأ للجراحة؟ مظبوط، سؤال مهم قوي. إزاي أقدر أقول مين تنفعه؟ أن أنا لازم أعرف يعني إيه سمنة. سمنة في طرق كتير قوي بنقدر نقيس بيها السمنة، وهي عبارة عن دهون زيادة في الجسم. أبسط وأسهل طريقة هي مؤشر كتلة الجسم. هو عبارة عن إيه مؤشر كتلة الجسم؟ لما يطلق عليه البودي ماس إندكس. هو عبارة عن أي واحد يجيب طوله
بالمتر، يعني مثلا لو واحد طوله متر و60 يبقى 1 في 6 يضربهم في بعض ويقسم عليهم الوزن هيدينا رقم. لو فوق 30 يبقى سمنا من الدرجة الأولى، فوق 35 يبقى سمنا من الدرجة الثانية وممكن يحتاج لجراحات سمنة. لو فوق 40 دي تسمى بسمنة مرضية لأنها سمنة خطيرة وبالأبحاث وبالإحصائيات معرض لأمراض كتيرة قوي، فبيكون الحل الأمثل ليه هو جراحات السمنة. برضو عشان أبسط للمشاهد الفكرة أكتر من غير ما يخش في حسبة صعبة، ببساطة شديدة متوسط طولنا في مصر والوطن العربي 1.60 1.65، يبقى احنا بنتكلم أي حد وزنه فوق 100 كيلو ده يعتبر سمنة من الدرجة الثالثة، يعني جراحات السمنة تبقى هي التشويس الأولية تبقى في الأول على طول. طبعا دايما بنقول بنحاول بالدايت والرجيم والحاجات دي كلها الأول، بس في الأغلب إحصائيا وبناء على أبحاث بتفشل للأسف. نسبة نجاحها أقل من 10%. لو أقل من 100 كيلو لغاية 85 كيلو ده اللي قلنا عليه اللي ما يصنف في الدرجة الثانية، ممكن نبتدي نكونسيدر أو نفكر في جراحات السمنة. يجي اللي هم ما بين 70 و85 كيلو ما بنلجأش لجراحات السمنة، بس بنلجأ لحاجة ما فيهاش أي تدخل جراحي اللي هي بالونة المعدة. بالونة المعدة بتقدر تساعدهم إن ينزلوا من 10 ل15 كيلو، وده بيبقى رقم مناسب بالنسبة لهم وبتجيب نتيجة مناسبة، ودي أنسب حاجة ليهم. طيب دكتور، في برضو مشكلة مهمة، هل في ناس ما يقدروش يعملوا جراحات سمنة حتى لو هم من الدرجة الثالثة؟ يعني في حاجة صحية أو كونديشن صحية تمنعهم من إجراء عمليات السمنة؟ دايما بنقول ما نقدرش نقول لأ في أي حد، لأن في الأغلب هو عنده 40 مرض، في 40 مرض اتفقنا له علاقة بالسمنة. ففي الأغلب بيبقى جاي المريض عنده السكر والضغط. كان عندي مريض عنده 60 سنة وعنده السكر والضغط وانقطاع النفس بأثناء النوم، وسنه 65 سنة، اتعمل العملية وتحسن السكر وتحسن الضغط، ولكن لما نيجي نقارن بنسبة الأمان ودرجة نجاح العملية أكيد لا تقارن بواحدة سنها 30 سنة ما عندهاش مرض سكر ما عندهاش ضغط. النصيحة اللي بنديها إيه؟ ياريت نتدخل بدري، ما نستناش لما نوصل، لأنه مع العمر بيبتدي يظهر الأمراض. مع الوقت بيبتدي أعضاء الجسم بتفشل، وبنبقى محتاجين، دي مهمة قوي للتعافي بعد العملية. صحيح. فما تصعبهاش عليك وعلينا في نفس الوقت، وياريت، وده بيجي من التوعية. ازاي الناس هتعرف التوعية؟ طيب ازاي بقى نصل لجودة جراحات السمنة؟ لأن دلوقتي عندنا تشويسز كتير، عندنا اختيارات كتير. حضرتك بدأت بالبالون وهو مش جراحة، عندنا بقى تحويل مسار، حضرتك بقى تقولي الأنواع المختلفة، وإزاي نحسن جودة العمليات دي؟ أهم حاجة إحنا هدفنا إيه؟ إن إحنا ناخد المريض لبر الأمان ونوصله لأعلى نسبة نجاح. أمان ونجاح العمليات بيعتمد على 3 أشياء. أول حاجة بنبتدي بالمريض، إزاي نختار العملية المناسبة، وإزاي كل مريض على حدة بيبقى فيه اختيار وترتيبات وتجهيز لعملية، مروراً بالمستشفى وتجهيزها ويكون مجهزة على أعلى مستوى وتكون متخصصة في جراحات السمنة زي مستشفى المدينة المرة، فيها تجهيزات شاملة من أول غرفة المريض. مريض السمنة بيحتاج غرفة مختلفة، بيحتاج سرير مختلف، سرير العمليات، الأجهزة المستخدمة. يعني ما تتعملش بقى في عيادة ولا في أكيد مش الحاجات بعيدة اللي احنا بنسمع عنها دي، بس يعني ده اللي أقصده، يعني لازم يبقى مركز. ليه؟ لأن هو احتمال المضاعفات وارد، ولكن احنا هدفنا كله ان احنا لو لا قدر الله، هو نسبته ضئيلة جدا، لو لا قدر الله يبقى في مركز متخصص يقدر يقلل نسبة المضاعفات دي، ولو حصلت يقدر يتعامل معاها، مش بس كده، ويقدر يتابع المريض على المدى الطويل، لأن هو ده هدفنا، هو ده الهدف، احنا بنغير حياتك على مدى العمر، فلازم يبقى المركز متخصص. ثالث حاجة الفريق طبعا الطبي والجراحي لازم يكون مؤهل، خبرة عالية طبعا وكفاءة عالية. واحنا بنتكلم برضو على العمليات الجراحية عايزين نعرف الأنواع المختلفة ومين يناسبوا ايه. يعني اكيد في نوعيات من الناس يناسبها تغيير المسار، في ناس تانية واخبار الرنج ايه او الحزام المعدة ده انا سمعت انه بيندثر، هل ده حقيقي ولا لا، او ايه الجديد؟ بداية من اخر سؤال، حزام المعدة مازال موجود، ولكن ما بقيناش بنقدمه كاختيار، لأن لقينا نسبة الفشل بتاعته بتوصل لحوالي 70%. أوكي. فبقى ده رقم يعني يخد، ما ينفعش أقدم لحد خدمة اللي هو حزام المعدة أقول له في 70% هتفشل. فحاليا أكتر عمليتين بتجرى هي تكميم المعدة وتحويل المسار. ده إيه يا دكتور؟ ده هنا بيوري الجروح العملية،
ازاي بتجرى العمليه دي؟ انهي عمليه فيهم؟ اللي هي لتكميم المعده او تحويل مسار. اوكي. الصوره اللي على الشمال دي بتوري الجروح ازاي بنحطها في اعلى البطن. بتبقى حوالي من 4 أو 5 أو 6 فتحات زي ما انتم شايفين، حجمها سنتي. الصوره اللي على الجنب اللي في اليمين دي فكره جديده طورناها. ازاي حاولنا نوصل للشكل الجمالي بتاع العمليه؟ ازاي طورنا العمليه؟ عملنا العمليه من فتحات او بدون جروح ظاهره. دي فتحات السيزاريان ولا ايه؟ قيصريه؟ مظبوط. اوكي. بدانا نحط دي فكره من حوالي 6 سنين جات لنا الفكره دي، ان احنا ازاي في اشخاص كانوا متضايقين من منظر الخمس فتحات اللي فوق اللي موجودين دول. فجات لنا الفكره ان احنا ازاي ممكن نخبي الجروح دي. حطيناها كلها تحت خط قيصريه. وسميناها تكميم المعده بدون جروح ظاهره، وزي ما انت قلتي حضرتك خط القيصريه اللي هو البيكيني لاين، فسميناها البيكيني لاين سي بالشكل ده. وبالفعل في خلال السنتين اللي فاتوا اجرينا البحث وقدمناه في لندن السنه اللي فاتت. يعني ده حاجه مصري. مظبوط. وتقدمناها في لندن في اكبر مؤتمر جراحات السمنه في العالم. وفي نفس السنه الحمد لله اتنشرت في اقوى مجله جراحات السمنه واتنشرت باسمي. مين تنفعه العمليه دي؟ اكيد زي ما قلت في الاول اللي جروحه شكلها وحشه. أنا كان في ناس بعد العملية تلاقي عندهم التئام أكتر من اللازم، بيبقى الجرح لونه أغمق من اللازم، خصوصا لو موجود في النص هنا في زي ما كنا شايفين ندبات تبقى ندبات سكارز حقيقية سكارز باينة. أعلى ليها اسم، ليها كيلويد وناس عارفاها الكيلويد. وتبقى أعلى من اللازم، بتؤدي إلى شكل منظر مش حلو للبطن. يعني بدل ما نعمل تجميل للبطن بتبقى فيها ديفوهات. بالظبط. فالجروح دي ما نقدرش نتحكم فيها، خبيناها كلها تحت البيكيني لاين. مين تاني تناسبه؟ اكيد لو بنت صغيره مقدمه على جواز مش عاوزه يبقى في بدايه حياتها في جروح في بطنها. ثالثا لو حد مش عاوز يقول ان هو عامل جراحات دي ايه يا دكتور؟ الجروح العاديه. فشايفه حضرتك الصوره اللي في النص؟ شايفه. ازاي الجرح غامق عند المريضه دي؟ صحيح صحيح. هي مضايقها جدا، حتى لو يعني ده يضايقها هي نفسها. مظبوط. مش حتى يعني مش لعروسه متجوزه، لا ده هي نفسها ندبات ملهاش لازمه. ملهاش لازمه. تضايق وتتعب نفسيا. فكل الجروح لو هي كانت جروحها وحشه، دول كان اشخاص عملوا بالطريقه العاديه. بالطريقه الجديده كل الجروح مستخبيه تحت خط القيصريه. احنا عندنا الجديده تقريبا في الاعداد موجود معاهم الصوره. اوكي نشوف الصوره دي. التكنيك القديم دي كمان القديم دي اللي هي اللي فوق. بعد كده هنشوف اللي تحت. الصور الزرقاء اللي بعد كده هتلاقي شايفه مش باينه اصلا اللي على اليمين. وهي عشان كده جات لنا اسم البيكيني لاين، انها ما بتبانش مش من البيكيني. بعد كده كلها مستخبيه. طب دكتور تقدر تشوف هل في اختلاف في تكنيك العمل؟ يعني التكميم ده متفق عليه مزبوط. من فوق حاجه ومن البيكيني لاين حاجه؟ لا. ولا هي نفس الثيوري نفس النظريه؟ هي نفس العمليه، كل حكايه بننظر من المنطلق التجميلي بتاعها ازاي نقدر نحافظ عليها. وفعلا الموضوع ده لقيناه مهم قوي لناس كتير قوي. صحيح. وفعلا بدا يجي لنا ناس مخصوص من دول عربيه، وحتى وصل لغايه من انجلترا بداوا يجوا مخصوص للعمليه، بيركبوا الطياره يوصلوا هنا يعملوا عمليه ويرجعوا. قد ايه ده كان بيأثر في حياتهم؟ قد ايه كانوا بيشتكوا انه خايفين ان يبقى عندهم جروح، بيشوفوا الاخرين زي الصور اللي فاتت. صحيح. ازاي مضايقاهم. فاقبلوا كتير، ناس كتير بدات تقبل ان هم يجوا مخصوص من السفر، وده طور حاجه مهمه قوي. ولازم مصر يكون ليها دور كبير، ليها دور كبير ولازم يكون دور اكبر، السياحه العلاجيه. مصر بتتمتع بجو فوق العاده. فيها اطباء على ممتازين ده حقيقي، يعني مستويات غير طبيعيه، مستشفيات بتاعتنا مجهزه. ليه ما يكونش عندنا اعلى مستوى؟ وابتدينا، ومش عاوز اقول لحضرتك مدى الحاجات اللي بلمسها في زياره الاشخاص دي لمصر. قد ايه في ناس كتيره بتستفيد. مراكز تجميل بيروحوا لها بعد العمليه. حضرتك اشرح لنا احنا بنشوف ايه على الشاشه؟ دي كانت مريضه جايه من امريكا، كانت جايه مخصوص عشان تجري عمليه البيكيني. من امريكا؟ من امريكا. ما انا بقول لحضرتك بيسافروا مسافات طويله. صحيح. اللي عاوزين العمليه، ايه اللي يخليها تيجي كل المسافه دي؟ وناس كتيره قوي كانوا متخوفين يجوا مصر اصلا. صحيح. دلوقتي لا، بيقولوا لي احنا بيتواصلوا معانا في المتابعه، فبيقولوا لي احنا دلوقتي احنا بنرتب رحله في الصيف علاجيه. لا بقى، ما خلاص هي عملت العمليه. بترتب للعيله، هتبتدي تجيب عيلتها، هتجيب اختها. واحده هتروح شرم الشيخ. بداوا يجوا، بداوا عاوزين. فبحس ان ده يمكن يكون دور مهم لينا على المستوى الطبي،
خاصة على المستوى الخاص الطبي او على للدوله على المستوى العام. ف يعني ده شيء رائع. فدي كانت مريضه جايه تعمل دكتور التولز تختلف من اللي هي الجراحه العاديه اللي في المنطقه العليا من البطن الى المنطقه السفلى، يعني بتستعمل حاجات مزبوط. مختلفه لان احنا بنستضيف دايما دكاتره عمليات جراحيه خاصه بالسمنه ودايما يورونا الكانيولا الرفيعه قوي مزبوط. واللي اكتر والحاجات زي كده. كلمني ايه التولز مزبوط. المختلفه فعلا طبعا هي كده كده مريض السمنه المسافات الاحجام اكبر فبالتالي الالات لن تبقى اطول من اي عمليه زي مثلا مراره بالمنظار. كمان العمليه بتاعتنا فبقت ابعد فبالتالي صممنا اجهزه وصممنا الات بره مصر مخصوص عشان خاطر واستوردناها عشان نقدر ننفذ العمليه دي لان انا محتاج مسافه اكتر من اللي اوريدي موجود وديزاين. فغير كده العمليه بتجرى بنفس الطريقه. كان هدفي لما اعمل العمليه دي ان انا قبل ما اقدمها ان انا اعمل عليها الابحاث وفعلا نجحنا في الموضوع ده. كان هدف البحث ان انا اطمن انها بتدي نفس درجه الامان ونفس درجه النجاح. الحمد لله ربنا وفقنا. طيب هل احنا بنتكلم على خطوره؟ يعني انا عايزه احاصر العمليه من كل الاتجاهات، هيها نفس سهوله العمليه الاساسيه بوضعها الطبيعي، يعني ما بيختلفش لما تبقى من اسفل من عند البيكيني لاين لاعلى مزبوط. ولا لا؟ مظبوط، لان انا في نقطه مهمه قوي في عمليه تكميم المعده. تكميم المعده هي عباره عن نشرح للناس، هي عباره عن تبيس للمعده واستئصال تلتين المعده. صحيح. فتنتهي العمليه عند الخطوه دي. احنا دايما بنعمل حاجه مهمه، خطوه زياده بتساعد في درجه الامان للعمليه شويه، اللي هي ناخد طبقه من الخياطه فوق خط الدبابيس، يبقى عندنا خط تاني مضاعف غير الدبابيس يحمي ضد اي مضاعفات او اي مشاكل. فكان هممني قوي لما اعمل العمليه الجديده دي ان انا ما الغيش الخطوه دي، لان طبعا الخطوه دي صعبه أمان. ومحتاجه حرفيه، وكمان لما اعملها مسافه اطول ومكان اوطى من العادي محتاجه ان انا اتاكد ان هقدر اعملها ولا لا. ففعلا كان هدف البحث ده ان انا اتاكد ان مفيش خطوه او اي خطوه مهمه في العمليه استغنى عنها عشان خاطر العمليه دي. فبالتالي نفذنا كل حاجه ولقينا انها مش صعبه، والالات الجديده اللي صممناها ساعدتنا على الحكايه دي، فبالتالي نفس درجه الامان، هي نفس العمليه، كل حكايه تجميليه اكتر. طيب احنا عايزين نتكلم بس في تفصيله بسيطه عن كيفيه اجراء العمليه دي، لان في ستات لغايه دلوقتي تقول لك لا دي عمليه جراحيه واحنا بنتكلم على منظار يعني. وبنتكلم مزبوط. عايزين نشرح الفكره علشان اللي بيفكر وعنده القلق ده يبقى فاهم البروسيجرز. بروسيجر لو بنتكلم على التكميم، هتكلم عن التكميم المعده لانها اكتر عمليه بتجرى دلوقتي على مستوى العالم. يمكن ده عشان نجاحها على المدى المتوسط والمدى القريب، فبالتالي الناس مبسوطه. اتنين، تدخلها ابسط من مقارنه بالتحويل المسار، ولكن على المدى الطويل لسه الابحاث جديده. ريفرسبل ولا لا؟ يعني ممكن نرجع في كلامنا. هي في تكميم ماده لا طبعا، لان احنا استأصلنا تلتين الماده بس. احتمال ده ضعيف جدا وعمر ما بنلجا ليه، واحتمال يعني جايز انا ما واجهتنيش المشكله دي خالص عمري. تاني اللي يخس الاحجام دي يعني اللي يخس الوزن ده لا يمكن ابدا يفكر انه يحاول يرجع بالزبط. تاني هي بتبقى الفكره كلها يعني زي ما احنا شايفين، احنا في الصوره هنا شايفين دي الطريقه البيكيني سليف زي ما انت شايفه. لو اي حد متخصص هيلاقي ان الوضع والمنظر والالات في نفس الوضع اللي هو بتاع التكميم المعده بالظبط. ايوه ما تحسش ان في فرق انه من تحت، وما تحسش ان الفريق الطبي هو واقف بيعاني من الوضع المختلف. فكان ده هدفنا من العمل. زي ما احنا شايفين دي المعده بتبقى ملتصقه بدهون الداخليه للبطن زي ما احنا شايفين. هدفنا ان احنا نفصلها عشان نقدر نشيل تلتين المعدة ونوصل لتصغير حجم المعدة، يقوم أكلها تقل تقوم تخس بسرعة توصل النتيجة اللي هي عاوزها. طيب دكتور، واحنا آخر سؤال لينا بقى، يعني هل هناك أي مارجن أو أي هامش لخطورة في العمليات دي؟ دي أهم حاجة. إزاي أقلل نسبة المضاعفات؟ لازم يبقى المركز اللي بيجرى فيه العملية يبقى مركز متخصص لجراحات السمنة، وبالفعل مركز المدينة للمرأة لجراحات السمنة هو يعتبر أول مركز فيه مصر يتقدم للاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي لجراحات السمنة، ويعتبر من أول 10 مراكز على مستوى الشرق الأوسط. ما شاء الله. ده بيتطلب حاجات كتيرة قوي. يعني إيه؟ إزاي ناخد الاعتماد؟ الاعتماد عبارة عن إزاي نوفر منظومة متكاملة للمريض من أول ما يخش المستشفى. تخدير بقى يا دكتور مش بس كمان تخدير. مهم دكتور
قلب. اول ما المريض بيخش عندنا اول حاجه دكتور القلب بيفحصه، صحيح. بعد كده دكتور السكر بيفحصه، دكتور التغذيه، وكمان دكتور نفسي بيأهله ازاي حياته هتتغير، ازاي شكله، ازاي يتعامل، ازاي يتعامل مع اهله، ازاي يتعامل مع حياته الجديده، العمليه والجزء الجراحي اللي احنا بنقوم بيه، وبعد كده بنكمل والمتابعه مدى العمر ان شاء الله. دكتور تامر بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحقيقه يعني احنا فخورين بان في مركز مصري، في مستشفى مصري، مستشفى المدينه للمراه، يعني انها بتحتل المركز الرفيع ده على مستوى الشرق الاوسط، وزي ما بنقول السياحه العلاجيه، التقدم الطبي المصري، يعني ده شيء بيدعو الى الفخر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكر مع حضراتكم دكتور تامر عبد الباقي، استشاري جراحات السمنه ومدرس الجراحه بكليه الطب الاسكندريه. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، وبشكركم على متابعتنا النهارده، واقابلكم في حلقه جديده من ست الستات.